دائما ما بنسمع كلام سلبي تحديدا عن الوظيفة، منها أن الوظيفة عبودية، أو أنا ما بحب شغلي، أنا مغصوب على شغلي، أنا مضطر أروح على شغلي لحتى أخذ راتبي، أو مثلا بحب شغلي ولكن مديري منكد علي وظيفتي. فاليوم رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع، رح نتعرف كيف الواحد يتميز بشغله، وكيف تكون لازم تكون العلاقة بين صاحب العمل والموظف، مع محمد تملي وهو مطور إداري. سعد صباحك أستاذ محمد، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. أهلا وسهلا، شرفتنا. هذا الموضوع هام وفعلا يلامسنا بشكل يومي، العلاقة بين الموظف والمدير، علاقة عمل مسؤولية يجب أن تكون. هذه العلاقة إذا ما كانت مستقرة يعني أعتقد أنه الطرفين خاسرين. نعم. بالبداية كسؤال، كيف أكون رائد في وظيفتي ومهنتي؟ جميل. في البداية حبيت يعني أشكركم أستاذ أحمد، أستاذ فرح على الاستضافة. خليني أوضح، أنت حكيت علاقة مهنية وعلاقة، هي علاقة إنسانية. صحيح. يعني شوف، إذا بدأنا ننطلق كموظف وكمدير، أو خلينا نحكي كمدير، إنه العلاقة بين الموظف والمدير هي علاقة إنسانية في الدرجة الأولى. بمعنى آخر، لما نحكي علاقة إنسانية معناته يسودها الاحترام، هذا الانطلاق. جميل. فإذا بدأ عقلية الموظف أو عقلية المدير بهذا المنطلق في أول لقاء بينه وبين أول موظف، الحياة بتكون سعيدة. يعني خلينا أحكي هيك. هلأ إذا بننطلق للموظف، كيف تكون رائد بوظيفتك؟ واليوم إحنا بنحكي ريادة أعمال وفي ريادة وظيفية، وأنت مؤسستك ممكن تكون رائد وظيفي أصلاً متميز، وتحصل أعلى مناصب عليا يعني في هذا، في منصبك بالشركة، إنك تغير عقليتك تجاه الوظيفة. الوظيفة مش عبودية، الوظيفة هي مصدر دخل. وهذا فكري اللي عم بحاول أنشره من فترة، إنه إحنا اليوم بدنا نغير يعني فكرنا لهذا الموضوع، لأنه مش كل واحد فينا بيقدر يفتح بزنس. كيف يعني مصدر دخل؟ يعني واحد فاتح مشروع بيجيب مصاري، واحد بيشتغل فريلانس بيجيب مصاري، واحد مستثمر بيجيب مصاري. انت اخترت طريقة اسمها الوظيفة، هيك اسمها. فهذا بيجيب لك دخل. فليش احنا دائما بنعتقد انه انا والله بدخل منطقة العبودية؟ فاذا غيرت هاي العقلية امورك تمام. هلا دائما بنحكي يعني حتى لموظفينا، عشان تكونوا سعيدين بيحتاجوا ثلاث عناصر. اول شيء انك تكون قادر تتحكم بوقتك بيومك. الامر الثاني تكون صاحب مؤثر يعني تأثير. والامر الثالث تبدع. نعم. فتستطيع كموظف إذا فكرت بها العقلية أنك فعلا تتحكم بوقتك ويومك من خلال البرامج والأهداف والخطط اللي أنت عم بتحطها. نعم. قد تكون مؤثر بنفسك بإيجابيتك بهذا العمل، لأنه حتى منطلق الإيجابية اليوم إذا قلت إيجابيتنا إحنا حتقل سعادتنا. فدائما إذا بنفكر بالسلبية وهي المصطلحات اللي بنحكي فيها، قطعا حتقل سعادتي. إذا قلت سعادتي شو حيصير فيه كموظف؟ حماسي للعمل حيقل. طبعا. مش حشتغل صح. حروح على العمل وأنا متردد، حنزل شوي ثقتي بحالي حتقل، تأثير على الحوالي حيقل، ويمكن أدخل اليوم باحتراق وظيفي وصحة نفسية ومرض نفسي وأتعب. فكون إيجابي عشان تدخل بمرحلة التأثير. الإبداع يعني هون بيجي دور المدير، إنه أرجوكم يا مدراء اتركوا المجال لموظفينكم يعطوكم اقتراحات ويبدعوا. فهيك ممكن توصل لمرحلة الريادة الوظيفية. نعم. فهي منطلق أن العلاقة هي علاقة إنسانية، ثم بيكملها الموظف أنه إحنا اليوم مش عبودية، أنا بجيب مصدر دخل من هذا العمل اللي أنا بشتغل. نعم. فيه يعني أنا سعيد بصراحة بسماع أنه الوظيفة مش عبودية. هي قد تكون ببعض الحالات لأنه بإدارة معينة بمكان. نعم. معين. صحيح. ممكن أنه هيك الشخص يشعر كموظف، ولكن جملة رائعة حكيتها أنه مش الكل يعني يجب أن يكون ريادي وصاحب. صحيح. بيزنس، كما دائما يشاع على السوشيال ميديا أنه أنت بوظيفتك شو قاعد بتساوي. إذا الكل قادر على أنه يفتح البيزنس تبعه، طب مين حيكون موظف؟ والشركات مين حتقوم؟ واللي فتح بيزنس نفسه ما حيصير عنده موظفين. صح. إذن ما عندك موظفين حيصفي. صح. لأنه الكل بده يكون صاحب مشروع. صح. وبالأخير إحنا قدرات. مية يعني مية مش مية. كل حدا بزبط في أي مكان. ترى أحمد دائما بيجي بيحكوا لي إحنا عن جد نفتح بيزنس، فبقول له طبعا في تقويم لإلك، تقييم بدنا نشوف أنت قادر أو لا. فبحكي له طب يا أخي أنت كمان رائد عمل، ليش إحنا بنفكر حتى مصطلح الموظف؟ يعني بذكر مرة بأحد العقود بأحد الشركات اللي أسسناها ما كان اسمه موظف عقد عمل، كان اسمه عقد شريك عمل. حلو. بقول له كيف يعني؟ قلت له عشان أغرس فيكم ثقافة جديدة، أنتم شركاء معي. لأنه أنت رائد عمل وأنا رائد عمل، أنا جبت فكرة وبدي حدا يساعدني بتطبيقها وإنجاحها، وأنتوا اللي حتنجحوني، فأنتم راح تنجحوني، فإحنا رواد أعمال مع بعض. أنا أنت أوكي، أنا صاحب المال، أنا بتحمل ريسك عالي، لكن أنت بتعطيني خدماتك، فعم بتبيعني خدماتك. صحيح. فهي مجرد طريقة تفكير صدقا مع المدير والموظف، إذا صار فيها تكامل أمورنا بتكون سعيدة. طبعا 100%. جميل. هلأ ذكرت نقطة، الواحد بيقدر يتحكم بخطته بوقته بأفكاره لحتى يقدر ينجز المهام المطلوبة. صحيح. أو يعني يعطي لحاله زي دافع إنه ينجز العمل بالشكل الصحيح، ولكن احنا ما بنقدر نتحكم اكيد باختيار مديرنا. صحيح. في حال كان المدير المباشر لإلي انسان مزعج او متعجرف، كيف الموظف لازم يتعامل في هاي الحاله؟
جميل. يعني يعني برضو هون دائما بحكي لهم بثلاث مراحل انت بتدخل العمل حتى بعلاقاتنا فكرة شخصية. نعم. اول شيء بستخدم قانون التغيير، استطعت اغير هاي العقلية للمدير بحب بود معه باحترام بانجاح يعني بشغلي الكويس، هني يتغير بالتصرف معي، ما اتغير لابد اني اتكيف مرحلة ثانية ثم أبدأ بالتأثير، لأنه إذا أنا بديش يعني ما أرضى يتغير شو حيصير فينا؟ حنظلنا ننتقد ونحكي ونلوم ونتعب نفسيا. فأنا أتكيف يا أخي مع الواقع ثم أبدأ بالتأثير، لأنه قانون التغيير إحنا مستخدمه بالأشياء التي تقع تحت تحكمنا بقدر أغير، بينما التأثير في الأشياء التي لا تقع تحت تحكمنا فبنصير نأثر شوي شوي إلى أن يغير أسلوبه. ما غير معي أسلوبه يعني لابد أن تكون مرحلة مؤقتة صراحة، لأنه بالأخير لن يتغير المدير. يعني أنا تعاملت يمكن مع أكثر من كم مدير، 300-400 مدير، سواء كانوا زملائي في العمل أو منهم خلينا أحكي مدرائي أو دربتهم أو، فبتجد فعليا الكاريزما تاعته هي هيك لن تتغير، فبتتكيف وبتشتغل على نفسك وحالك وبتحاول انك تطلع من خارج الصندوق من خلال فجوه التقدم الى ان تترقب نفس شركتك، ما زبط او يعني تتطور بشركتك اطلع على مكان ثاني قطعا. يعني ما في حلو. مش مجال يعني. جميل. انا مبسوط عن جد كمان مره لانه الاجوبه عمليه ما تجيب فيه مش بعيد عن الواقع. اليوم أنا عندي مدير متسلط متعجرف بغض النظر ما هي الصفات اللي مخليتني أجي على دوامي وأنا لست بهذاك الشخص السعيد، أغير أأثر أو أطلع على مكان آخر بالوقت المناسب. فهذا رائع وترتيب جميل. نسمع كثيرا عن القيادة الليدرشيب وليس كل مدير يتحلى بها. صحيح. نفرق متى يكون المدير قائد ومتى يكون مدير تصريف أعمال إن صح التعبير. يعني ذكرت بنقاش من فترة هل القائد مدير ولا المدير قائد ولا ما تعريف هاي اللغة. نعم. اللي بنحكيها دائما في الأعمال. فأنا خلنا نأخذ اللغة العملية. اليوم القيادة باختصار هي أسلوب إداري، يعني ما تيجي تحكي لي إنه والله المدير هو قائد أو القائد هو مدير، هي إدارة، هي بجميع الأحوال هي طبعا. إدارة، لكن القيادة مستخدمة من أساليب الإدارة. فالمدير القائد الذي يستخدم أسلوب القيادة هو صاحب التأثير باختصار. حلو. فإذا نجم نحكي المدير هو قائد. كيف يعني قائد؟ بيستخدم أسلوب القيادة. ليش بنحكي أسلوب قيادة؟ لأنه القيادة مستخدمة مع مين؟ في التعامل مع الموظفين. فبالتالي ما باجي أمره أحكي له روح سوي لي هاي الشغلة، بحكي له شو رأيك تعمل لي هذا الأمر. فبالتالي لاحظ هذا المصطلح ببساطته أصبحت قيادة. عمل إشي حلو بحكي له شكرا. يعني المصطلح السلبي اللي دائما بيحكون لا شكر على واجب، هذا اللي انغرس فينا. كيف يعني شكر على واجب؟ مين حكى ما تشكرني؟ يعني بتروح ربنا حكى يعني إن شكرتم لأزيدنكم بنضلنا نشكر طبعا. فعادي أشكرني كموظف ضلك أشكرني، كل ما عمل إشي صح هذا شغلي احكي لي شكرا أو يعطيك العافية. بالضبط. أو يعطيك العافية يعني هاي حلوة بس يعطيك العافية. فبالتالي أنا بكون قائد. فالقيادة هي أسلوب إداري فقط، وبتحكي لي بتعلم يتعلم. هي ممارسات. طب تعال احضر اقرأ شوف كيف المدراء المتميزين والمحققين إنجاز في تعاملهم مع الأشخاص كيف يتعاملون بالقيادة، وأعطيتك أسلوبين. قلت له أشكر لما يحكي لك أوكي أصبحت قائد تتعامل فيه، احكي له ما تعمل لي أصبحت قائد، شاركه باتخاذ القرارات التي تخصه اللي بتتطبق عليه في المستقبل. جميل. وبالتالي أنت أصبحت قائد شوي شوي حتمارس هذا الموضوع. فالقيادة هي أسلوب إداري. نعم. غير مفصولة. فإحنا عندنا مدير هو الأعلى ثم بيجي واحد قائد تحت الإدارة ويتعدى الموضوع إصدار الأوامر فقط. 100% على الموظفين. 100%. طب في حال حدوث خطأ من أحد الموظفين وخطأ يعني يعتبر فادح. جميل. شو التصرف الصحيح من المدير اللي ما يهين الموظف أو يكسر خاطره زي ما بنحن بنحكيها بالعامية بس بنفس الوقت يتعاقب الموظف لأنه هذا الخطأ صح. مش إشي يتغاضى الواحد عنه. يعني شوفي بالنهاية برضو خلينا أفهم، أنا بحب دائما أركز على المايند سيت، يعني أحكي هاي عقلية وثقافة. لو المدير فاهم ومعزز هذا الموضوع لموظفينه أننا إحنا وضعنا العقوبات لأنه أنا عندي لائحة جزاءات وقانون العمل أصرع يعني حطها عشان يردع هذا الكلام أو ينطبقه إذا خالف الموظف، فأنا وضعنا الجزاءات والعقوبات ليس لنعاقب إنما لإيش؟ لنطبق نظام. فأنا عندي نظام إذا خالفته بدي أضطر أستخدم معك أسلوب اللي هو الجزاء، وهون أنا بسميه الحافز السلبي على فكرة مش عقوبة، اسمه تحفيز سلبي. تحفيز إيجابي بالشكر، تحفيز سلبي بروح بعطيك عقوبة. بس كيف الكلمات فعلًا بتفرق بالنفسية؟ طبعًا. شوفي كيف أنت فعلًا الموظف اللي عندك أو فريق العمل معك بيشعر بفرق شاسع بينك وبين أي مدير آخر، وهي قيادة أسلوب إداري. فإحنا نحفزك سلبي، وبتلاقيني دائمًا بحكي للمدراء لما أدري بقولهم هذا اسمه تحفيز سلبي فهموا للمدراء، فإحنا اليوم نحفزك سلبيًا. لا كيف أتعامل معه؟ وبرضه هون مطلع بقاعدة تانية، نحن لا نعاقب من الخطأ من أول مرة، لكن تاني مرة فيش ثالثة نابتة بالإدارة. في تاني نابتة على قولتهم بمصطلحهم. أيوة. خطأت أول مرة ححكي لك لو سمحت ما تكرره. طبعا بدنا نراعي نوع الخطأ لأنه في أخطاء جسيمة لازم أعطيك عقوبة لإلها. نعم. فتاني مرة حاجة عاقبة كنت تأخر عن الدوام ححكي لك لو سمحت مالك شو في
كررتها حتاخذ عقوبة. هلا هون برضو في نقطتين مهمات بنحكيها من طرف اسلوب القيادة، لانه هذا كله قيادة صراحة. بنحكي له اول شيء قبل ان تعاقب اسال ارجوك ليه تاخرت اليوم، طب ليش ما انجزت الشغل؟ فقد يكون الموظف المخطئ هو ليس مقصر لكنه ما عنده معلومة انه هذا خطأ، او ما عنده قدرة، او ما فهم شو طلبت منه. فانت بترجع لورا شوي، مش حلو تروح مباشرة تحكي له ليش هيك تعمل وتصير تصرخ عليه او تبهدله او تعطيه، وهذا الاسلوب للاسف موجود، او توجه له استضاح او استجواب او او، طب افهم شو صار اول يا زلمه، طب استنى احكي لك احكي، وهذا كيس عم بيصير معنا. صح. فانت اسال موظفك قبل، احكي له ليش صار معك هيك. والله قد تجد 90% من الموظفين اللي بيخطئوا عندهم ظروف خاصه فيهم، لانه هي علاقه زي ما بلشنا انسانيه. هاي نقطه. النقطه الثانيه في موضوع العقوبات بنركز عليها، انه احنا بنبدا، وهذا حكاها احد الكتاب في كتبه اسمه الاداره والحياه، ناسي اسمه صراحه بس لفتت انتباهي العباره، بحكي لك احنا نبدا في الموظف بالحب والاحترام، ثم بالتحفيز والثواب، بعدين بالعقوبه او بالعقاب. فلاحظ انا حب واحترام، ما زبطتش معي بصير احفزك، ما زبطتش بعدين معك بروح التزم. بس هو للاسف بعض الموظفين اذا تم التعامل معهم دائما بحب وباحترام 100%. يعني شوف عن جد هيك عشان ما ضلنا دقيقين في المدراء، هو فعلا فعلا الموظفين، في موظفين عندهم مشاكل، مشاكل كثير كبيره، اذا وهون بيستغلوا. يعني انا وهي قاعدتي برضو بحكي لهم، هذه احنا اللي عم بحكي لكم اياها لغات الاداره، هاي هي لغه الحب، الاداره بالحب، لكن اذا بتستغلها بين قوسين حينقطع راسك. يعني باختصار، لانك انت استغليت هاي العلاقه الوديه والحب والاحترام بشكل سلبي، فبالتالي ما تلوم غير حالك، واقل عقوبه له بتكون انهاء خدمات. يعني بهاي المدرسه الاداريه اللي عم نحكي فيها، ما هو انا على المدير ان يميز بالضبط انه هذا الموظف يقدر أو ام لا. 100%. بدي اناقش برضو شوي بالاداره، ورح ننتقل على الموظفين عشان نحكي بالجانبين. الاداره اللي هي الوسطى، الميدل مانجمنت، ما بين العليا والموظفين، في جزء منهم بتغولوا على من تحتهم ليرضوا من فوقهم. صحيح. وانا الموظف اذا انا كنت عارف انه في اداره وسطى عم بتوصل رساله خاطئه مثلا للاداره العليا، شو الموظف يعمل؟ يا حرام. يعني هذا انت يعني حتى انت ترجع للمدراء. شوف منطلق هذا الحكي في البدايه هو بث الروح السلبيه صراحه. طبعا شوف فيش اداره وسطى بتتصرف بهذا التصرف الا عليك عليك معك معك. صحيح. فدائما الشيء السلبي والمشاكل اب لاين، والايجابي داون لاين. يعني المشاكل الاداره العليا والربح والخساره وتصرف مدير مجلس اداره سيء معك انت يا مديري، ما تيجي تنزله علي، ارفعه لمديرك، اطلع فوق احكي معاه، مش معي انا. انا ضلك خليني ايجابي وحدا مرتب. اذا انا عندي موظف مدير بيتعامل معي بهذه الطريقه، يعني انا بصراحه خلينا ناخذ مثال عملي. مرات انت بتعمل تقرير مرتب وبتتعب عليه وبتخلص شغل، فبتبعته لمديرك، بتتفاجئ بعد كم من يوم او بعد كم من شهر انه مديرك بعته باسمه الشخصي، نسبه له للاسف. هاي برجع بحكي ثقافه لن تتغير، المدير هو هيك. شو حله؟ حله يغير شخصيته. هذا كثير صعب في مجتمع في مدراءنا للاسف، انك تتنحي، هذا لا يصلح ان يكون مدير في النهايه. فانا موظف كنت اتصرف معه، بقولهم دائما بصراحه حاولوا في اول مره اظهروا اعمالكم. وكيف بدي اظهر اعمالي؟ هذا هلا تكنيكك كموظف. اكيد الادارات تعمل اجتماعات، انت بتكون مار بالطريق عم تجتمع مع مدير، بتشوف مدير عام بتحكي له كيفك استاذ، شفت التقرير اللي بعثت لك اياه عن طريق مديري؟ بالضبط. فهو حيحكي لك شو فيه. طب انت هون عم تتجاوز، لانه هون برضه بنراعي تسلسل، انا ما بقدر ابعث ايميل واحط سي سي مدير عام او مديري، ما معي صلاحيات في هذا الموضوع، حيعمل لي مشكله. فبالتالي انا بصراحه بذكائي المهني بدي احاول اثبت انه هذا شغلي. هلا انا لما ابعث تقريري الشخصي اذا كان عندي مدير زي هيك ومرت علينا بي دي اف، اسمي دائما على كل شيء بعمله، هاي قاعده. جميل. ما في يعني كل شيء بعمله لازم احط اسمي عليه. ليه؟ لانه بالنهايه هذا حقي الشخصي. يعني اول واخر تعبي 100%. طب لو نيجي ننتقل للموظفين برضه، لانه اكيد برضه في عالم الموظفين قد ما كانوا اصحاب الا ما يكون في شخص من بينهم اللي هو زي برضه ما احنا بنحكيها بالعاميه السوسه، اللي بلقلق، اللي كثير بنقل الحكي. نعم. كيف برضه المفروض باقي الموظفين يتصرفوا مع هذا الموظف؟ هي احنا بنسميها بين قوسين بيسموها اسفيه، لكن مصطلح المهني هي وشايه، وشايه في العمل. وشايه. نعم. الوشايه بصراحه هي شيء وحيد بس، ارجوكم ما تنتقدوا احد امام احد. قاعده خلاص ما تحكيش. جميل. اصلا انت اذا بترجع الى ورا شو مشاكلنا في العمل؟ عن جد شو مشاكلنا؟ انه هذا بيحكي عن مديري، والله حكى عنك هيك، والله ما اشتغل، ما نحكيش عن بعض. لانه قاعده في الاعمال اذا انت بتحكي معلومه عن شخص حتوصل، كيف ليش؟ والله ما بتعرف. حتى مرات بتكون بموقف تطرح انت مثال فبرتبط انت بتحكي عن فلان، بروح بحكي له انه حكى عنك، وانا ما بحكي عنه، انا بحكي كيس يعني صار بس بسيط. فما تنتقد احد امام احد، يعني هذا شيء واقع. الامر الثاني وهذا موقف يمكن عملي صار معي، بدي احكي صراحه، مدير كثير تعامل معنا بطريقه كثير تف وعصب علينا، واجى يخبط ويصرخ وغلط على مدير الثاني، فانا بالنهايه شو اعمل؟
ففتحت اللابتوب او كان بي سي وكتبت ايميل لمدير العام وحطيت الرقابه الجودي سي سي وكتبت 6 نقاط عملهم وحطيته سي سي كمان. يعني اللي انت عملته اللي راح توصله انت اقرا شو ابعت. اجى علي بيضحك بقول لي انت مجنون. قلت له ليه؟ بيحكي لي يعني بتبعت فيه وبتحطني سي سي. قلت له طبعا انا شخص مهني، العلاقة الشخصية بينك احنا حبايب، لكن انت تصرفت تصرف خطأ فلازم يوصل للإدارة. وطبعا هاي انا متى يا فلان سويته معك؟ بقول لي صح كلامك. يعني بعد 3-4-5 مرات مش من اول مرة. نعم. فانت بدك تكون مرن نوعا ما، تتقبل، تغير، تكيف زي ما حكينا، ثم تؤثر. نعم. هذا نعم. امر كثير مهم. جميل. انا كمان هاي النقطة بدي اركز عليها، انه عادي جدا ان الموظف يصل لرئيس مجلس الإدارة طبعا المدير العام في حال خلص شعر بظلم، شعر بانه زي ما تفضلت المدير او مسؤول المباشر غير قابل للتغيير، من الاستحالة ان يتغير، ينسب الفضل له، جهدي غير مقدر. فاذا انا وصلت لقرار اني انا ممكن اكون خارج هذه المنشأة، اعمل هذا الاحتمال، اعمل هذه صحيح. الخطوة، لانها قد تصيب ويتعدل الواقع، وممكن مثلا الإدارة العليا مش شايفة الإدارة الوسطى وما بتكون شايفة فعليا. بالضبط، غالبا. نعم. 100%. طب لنلخص بهذه الفقرة، ما المطلوب اليوم هيك ببعض النقاط من المدير الذي يقال عنه إداري يستحق هذا اللقب، هيك كم نصيحة له، وأيضا من الموظف ما المطلوب ليكون موظف فاعل مقدم للمكان اللي هو فيه؟ يعني هي نصيحة واحدة بنفرع منها شغلات. أنت تتمتع بأسلوب القيادة الإدارية في التعامل مع موظفينك. جميل. بعض الأشياء ضمن القيادة، أول شيء اسمع من الموظفين. كيف بدي أسمع؟ بالإتش آر بنحكي لهم تكنيكس بسيط، بقول لهم تنتي شغلتين. أول شيء اعملوا صندوق اقتراحات الشكاوي، ممكن تعمل جوجل فورمز تبعته للناس كل أسبوع تقول لهم شو عندكم ملاحظات الشكاوي. جميل. وهذا الشيء اللي بوصل مرات الموظف ما بكتب اسمه، احكي له يتمتع بسرية تامة. احنا اذا ما بكتب اسم الموظف انا ما راح اروح على المدير اللي شكى عنه او حكى عنه انه تصرف معه بطريقة سيئة، انه ليش بيحكوا عنك الموظفين هيك. لا، حبل بس بعمل عليه فوكس. او والله وصل عنه صار زي ما بيحكوها الطلق اللي ما بصيب او ما بدوش الى ان تصل مرحلة والله طلع كلام الموظفين صح. فاعمل صندوق اقتراحات شكاوي وتابعه، ومش بس هيك، الموظف اللي بكتبه بيحكي رن عليه تلفون وحكي له احنا شفنا مشكلتك وراح نحل لك اياها. هذا امر كثير كثير مهم. النقطة الثانية، ارجوك اسال قبل ان تعاقب. الأمر الثالث، أنت يسودك بينك وبين الموظفين علاقة إنسانية وفيها احترام وفيها ود. هو مش عبد زي ما احنا كان عندك وبتتحكم فيه عشان تدفع له راتبك. طب هو عفوا بالمقابل بعطيه خدمات، يعني أنت بتعطيه راتب بلاش؟ لا، يعني أنا بعطيه خدمتي وفكري وتعبي وجهدي، بالمقابل أنا بجيب لك أضعاف راتبي. طيب. يعني أنا يعني بدي أحكي عن حالي كأونر بزنس، مرات بحكي للتيم اللي عندي أنت يعني من آخر بتأخذ 1000، أنت بدك تجيب لي 10,000. يعني أنت ضعف راتبك 10 أضعاف. أضعاف طبعا. هو هيك فعليا، فبده يقدر هذا الكلام عشان ما يكون حدا. الأمر الأخير، أرجوك أشكر. يعني شو بتخسر؟ احكي لي شكرا، يعني مش تعطيني علاوي ولا تقول لي احكي لي ثانكيو وانا بكون مبسوط، بديش مصاري ولا بدي اي شيء ثاني. الموظف العزيز والضحيه دائما هو بكون بيعتبر حاله، وهو وانا يعني موظف فتره طويله وماشي مدير صاحب، فعشت الادوار كلهم. بحكي له نصيحه واحده، ما تفكر في الواقع اللي عم بتعيش فيه. انت اليوم عندك رؤيه ووضوح بدك توصل له، اما حتكون شخص صاحب بزنس او بدك تتطور وظيفيا، فيا بتكون رائد اعمال يا بتكون رائد وظيفه، فالتنتين حلوين والتنتين فيهم فلوس على فكره. يعني كم مدير اليوم عم باخذ ارقام بالسنه 100,000 مع البونص مع 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 اكثر من صاحب بزنس عم بدخل. فاذا اردت ان تكون رائد وظيفي فاستخدم تكنيك فجوه التقدم. فكيف يعني فجوه التقدم؟ تقمص 3 ادوار، دور المدير مديرة أو دورك الأساسي أنك أنت موظف عندك وصف وظيفي، اتقنه تماما. بعد ما تتقنه اطلع خارج الصندوق، فصير تقمص دورين. دور المدير تاعك، كيف بيفكر مديري؟ شو الرؤية تاعته؟ شو الاقتراحات اللي أنا ممكن أوجه له إياها؟ يعني أحط حالي مكانه، أشتغل زي مدير ببعض المواقف، فبالتالي مدير يمكن يخليني شريك معاه، يرجع لي دائما يشعر إني أنا، فأطلع عن الصندوق على الجوب ديسكريبشن تاعك. الدور الأخير هو دور صاحب البزنس. بتعرف على بساطة الموضوع، اليوم أنت طالع من الشركة في ضوء مضوي يطفيه. تطفيه، فتصير تفكر جد صاحب الشركة كيف ممكن يوفر. لو ما وجدت الشكر والتقدير في هاي الشركة ستجدها في مكان آخر. نعم. أو على الأقل عم تكسب خبرة كثير كويسة. يعني 100% أكيد. جميل ورائع جدا كل ما تفضلت فيه. نشكرك. شكرا لهذا الموضوع، لازم نطرحها دائما هذه المواضيع. طبعا جدا مهم، انا واقعنا في صحيح واقعنا صحيح. يعني فعلا استاذ محمد شرفتنا، وشكرا على كل معلومه قدمت لنا اياها.